بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: باب المقطوع والموصول. واعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى، فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هودلا، يشركن تشرك يدخلن تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إما، بالرعد والمفتوح صل وعما، نه قطعوا مما بروم والنساء، خلف المنافقين أم من أسس، فصلت النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف لنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا فيما قطعا، أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا، ثاني فعلن وقعت روم كلا، تنزيل شعرا وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف، في الشعر الأحزاب والنسا وصف، وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ومهلا، ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي.